مبروك ابو فيصل الفوز في اول مباراه الموسم. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافيه، الف مبروك لجماهير العميد، الف مبروك لاخواني اللاعبين والجهاز الفني والاداري واعضاء مجلس الاداره الكرام على تحملهم الفتره هذه الطويله، فتره صعبه، عوده ان شاء الله انها تكون قويه ونقدر نحصل التاهل ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. المباراه كانت صعبه بحكم الاجواء. مباراه صعبه جدا مثل ما انت حضرت وشفت بنفسك. انا تعبت، الحراره عاليه فوق ال 40 درجه مئويه في الليل، رطوبه جدا عاليه. انا ثيابي انت شايف كيف، يعني الحمد لله اللاعبين ادوا الشيء اللي عليهم وهذا الشيء اللي كنا نطمح فيه، وباذن الله نعد جماهير العميد. قبل انطلاق الموسم انت يمكن من اكثر الناس اللي تحملت يعني انتقادات كبيره، وسال الموسم ما بدا، اليوم شفنا اللاعب فيتشو كان قدم واحده من افضل المباريات. شفنا جمهور العميد مهما نشتغل ومهما نفعل ما نوفي حقه. صحيح، هو ميت، هو من خوف، خلنا نقول من زود حرص، من اهتمام، ما نزعل، بالعكس احنا ما جينا الا لخدمتهم وما نتعب الا لهم وما بنسهر الا عشانه وبنقدم الغالي والنفيس، وهذا الشيء اللي احنا وعدناه فيهم. اعطونا وقتنا، اعطونا فرصتنا، قدامنا فتره طويله، وثقوا فينا وثقوا في اخواننا اللاعبين، وباذن الله نقدم احسن نتائج باذن الله. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يسلمك.